مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في مساء رياضي جديد وحلقه جديده من اكسترا تايم مليئه بالاخبار والاحاديث الرياضيه. راح اكون معكم انا وسميحه مجدلاوي. يسعد من المساء سميحه. مساء الخير طارق. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. بحلقه اليوم راح نحكي عن مباريات الجوله الثامنه من دوري المحترفين بالاضافه لحصاد الجوله، وراح نحكي كمان عن المرحله الثالثه من بطوله كاس الاردن. اذا مع هذه الاخبار التي ستكون ضمن فقرات اكسترا تام لهذه الليلة، بنمسي على كل الناس اللي بيتابعونا بتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورتس. أيضا الحديث عن الدوري وعن بطولة الكاس سيكون مع المحلل الرياضي القدير الكابتن هيثم أحمد. الله يسعد المساء يا كابتن. مساء الخير أستاذ طارق. مساء الخير سميحة. كيف أمورك؟ طمنا عنك. لا الحمد لله تمام. يعني كيف الشتوية برا؟ برد كويس، يعني برد درجة الحرارة تحت الصفر. يلا منيح، خلينا نحمى اليوم معناته. يعني. أكيد. إذا البداية رح تكون بالحديث عن لقاءات الأسبوع الثامن. منبلش بمباراة المتصدر الجزيرة مع ذات راس والفيصلي والصريح، منشوفهم بهالتقرير. واصل فريق الجزيرة أداءه المميز وتفوق على ذات راس برباعية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين. كتيبة نزار محروس فرضت سيطرتها منذ البداية ونجحت في إنهاء الشوط الأول متقدمة بهدفي مارديك مارديكيان وعصام بيضين، قبل أن يعزز فهد اليوسف تقدم فريقه بالهدف الثالث، في حين أنهى مارديكيان اللقاء بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والرابع للجزيرة، ليواصل الجزيرة اعتلاء صدارة الترتيب العام لدوري المحترفين برصيد 21 نقطة، فيما واصل ذات راس ترنحه وتجمد رصيده عند 3 نقاط. وفي لقاء آخر حقق فريق الفيصل الفوز على الصريح بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد عمان، وسجل هدف الفيصل اللاعب أنس جبارات في الدقيقة 39 مستغلا ارتداد الكرة من حارس المرمى بعد تصديه لركلة حرة مباشرة نفذها بها عبد الرحمن، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وبقي رصيد الصريح عند 8 نقاط فقط. وفي النهاية وصلت إلى أنس جبارات. بشكل سريع كابتن، قبل التخصيص عن كل لقاء نتحدث عن المرحلة الثامنة ومستواها لهذا الأسبوع. شوف أستاذ طارق، يعني نقدر نحكي أنه المنافسة بلشت تشتد بين الأندية، وشوف بلشنا نشوف الفوارق تظهر مع ضغط المباريات بين بعض الأندية، وحقيقة يعني في إثارة بالنتائج، إثارة في المباريات، في ارتفاع بالمستوى رغم البرد، وإحنا بفصل الشتاء، لكن المباريات كانت ساخنة جدا هذا الأسبوع. أكثر من مباراة تغيرت نتيجتها، أكثر من مباراة صارت فيها أحداث دراماتيكية على مستوى النتيجة. في الدوري في منحنى تصاعدي، يعني الأسبوع فعلا الأسبوع الثامن كان من أقوى الأسابيع، يعني وأكثر المباريات اللي فيها الأداء الفني عم بيعلى في الدوري الأردني. يعني حقيقة منافسة قوية الآن بين الأندية في المقدمة حتى في الهروب من القاع. طيب كابتن، نبلش مع الجزيرة والقطار يواصل المسير ويعبر ذات راس برباعية، تقييمك لهاللقاء؟ شوف يعني نتيجة متوقعة في البداية، يعني هي مباراة بين الفريق الأكثر جاهزية هذا الموسم، الفريق اللي عنده تشكيلة متكاملة في جميع خطوط الملعب ابتداء من حارس المرمى حتى قلب الهجوم، فريق متكامل عم بيصير بخطى ثابتة من مباراة لمباراة، وعم بيقدم دائما أداء ومستوى ونتيجة، وحتى والدليل على ذلك أنه الجزيرة في الدوري وبالكأس ما خسرش إلا مباراة واحدة كانت مع الصريح، وفاز في جميع المباريات، وحقيقة حتى أنه يعني المباراة جت من طرف واحد ولم يبذل فيها الجزيرة جهد كبير، يعني هو حسمها مبكرا، وحقيقة الجزيرة بيستفيد كثير من المثلث السوري الرهيب، يعني هذا مثلث حاليا يعني ما حدا قادر عليه، اللي هو المثلث اللي رأس الحرب فيه المهاجم الأبرز في الدوري، وأنا برجع بأكد أنه هذا هو مرديك مرديكيان حاليا هو المهاجم الأبرز بالدوري، يتحرك بدون كرة، يتحرك بالكرة، بيلعب بجيد في ألعاب الهواء، بيفتح للاعبي القادمين
يهاجم من الخلف، يعني إمكانيات عالية جدا لهذا المهاجم، مع صفقة ناجحة بكل المقاييس، صفقة ناجحة بكل المقاييس، مع جناحين على أعلى مستوى فهد اليوسف ومحمد وائل الرفاعي، مع خط وسط قوي جدا، يعني خط وسط عامر أبو هضيب لاعب الانضباط، لاعب اللي بتكسر عنده الهجمات الفريق المنافس، أمامه عصام بيضين اللي رجع اكتشف نفسه هذا الموسم، الثنائي الظهيرين الاثنين إن كان المناصر اللي بيقدم مباريات كبيرة، وفي راس الباي اللي كان كلمة السر في هاي المباراة، اللي صنع يعني لاعب في مباراة واحدة بصنع 4 أهداف، يعني وبيعم بيكون صاحب اللمسة الأخيرة قبل الأخيرة، لا شك إنه يعني لاعب بتطور مستواه من مباراة لمباراة، بيقدم أداء ثابت، خط دفاع أيضا قوي جدا في الجزيرة ابتداء من الاكتشاف الموسم، يزن أبو عرب ومهند خير الله، وحارس مرمى يعني على أعلى مستوى أحمد عبد الستار. الجزيرة يعني وجد ضالته في المباراة، مارس هجومه بلا هوادي، ظهيرين وكانوا يهاجموا، كنا نشوفهم يدخلوا منطقة جزاء المنافس، يعمل ضغط شديد جدا على ذات راس اللي عانى كثير في هاي المباراة، واللي تعرض مرمى لأربع أهداف وما كان عنده، يعني ما شفناش أي ردة فعل خلال المباراة على المواجهة، يعني ما يعني خبرة يعني المدرب التونسي يمكن حاول، اللعيب الموجودين عنده بعض أسماء الخبرة، مطلوب منهم كثير، يعني مطلوب من حاتم عقل وعثمان الخطيب وحازم جودات وجهاد الشعار انهم والمحترف الغول انهم يعني انهم يبذلوا اكثر في المراحل القادمه اذا ارادوا ان يتجنبوا الهبوط، لان ذات راس الان في وضعيه صعبه جدا، ولكن مباراه امبارح اثبتت انه الجزيره فريق معد جيدا للموسم، وانه راح يبذل كل جهده من اجل الفوز باللقب. نعم كابتن، الكابتن نزار محروس يقدم مستويات مميزه مع الجزيره ومتمسك بالصداره، كيف استطاع نزار محروس انه يطبق هاي التوليفه مع نجوم الفريق؟ شوف الجزيره حتى كمان نكون منصفين، بالسنوات الاخيره هو في صعود، يعني في الموسم السابق يعني تنافس على المراكز الاربعه الاولى، اداؤه في مرحله الاياب كان عالي جدا، وكان عنده مجموعه من اللاعبين مميزين جدا، اللي صار انه الكابتن نزار في بدايه الموسم استقطب 3-4 لاعبين اللي هي اماكن النقص بالفريق، انا يعني انهى اماكن النقص بالفريق، وفي عنده بدلاء لكل اللاعبين، فهو بمنظومه فيها دفاع كويس وفيها خط وسط كويس وفيها مهاجمين كويس ممتازين، استطاع مع توليفهم مع بعض والانسجام العالي بين اللاعبين، نجح الكابتن نزار محروس بإيصال أفكاره للاعبين قادرين على تطبيقها، وحقيقة الجزيرة بيلعب بخطة واضحة، يعني واضح جدا كيف خطة الجزيرة، بيلعب بخطة واضحة في كل المباريات وثابت ومستقر في الأداء، ولا شك أنه هذه بصمات مدرب كبير، مدرب بطولات يعني الكابتن نزار محروس، وجزيرة عم بيستفيد من قدرات وعقلية العقلية الكبيرة في قراءة المباريات لهذا الكابتن الكبير. طيب كابتن، على الجهة المقابلة أيضا الفيصلي يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، هذه المرة من بوابة طبعا الصريح وبهدف مقابل لا شيء. لا شك أن الفيصلي في المباريات الأخيرة تغير مساره 180 درجة، انتصار وراء انتصار وراء انتصار، النتيجة الوحيدة اللي ما فازش فيها كانت هي تعادله في مباراة الكلاسيكو مع الوحدات، ووضع طبيعي أن مباراة الكلاسيكو أنها تنتهي بالتعادل، يعني فريقين كبيرين، لكن الفيصلي مع قدوم برانكو وجود عد كابتن عدنان عوض مع برانكو عم بيصير بثبات، ممكن الفيصلي بيعاني من عدم تسجيل الأهداف، يعني عم بيسجل هدف في المباراة بيطلع فيه فايز، لكن الفيصلي في تجانس في حماس عند اللاعبين، في إصرار على النقاط، فالفيصلي أظهر تطور كبير في المباريات الأخيرة. مشكلة الفيصلي الحقيقية هي أنه بحاجة أكثر إلى التواجد في منطقة جزاء المنافس، ما بدخلش كتير منطقة الجزاء، لكن هو يعرف من أين تأكل الكتف، المدرب برانكو بيعرف كيف يجيب الـ3 نقاط حاليا، يمكن هو بين الذهاب والإياب عنده شغل كبير في الاستقطابات عشان يحل مشاكله في عدم وجود صانع ألعاب وعدم وجود مهاجم صريح، أعتقد أن الفيصلي يسير بخطى ثابتة، ودخل أيضا يضغط على الجزيرة، يضغط على الجزيرة أنه كل أسبوع عم بيفوز، فارق الـ6 نقاط يعني مش كثير بعيد، والفيصلي ماشي صح حاليا. نعم، إذن اللقاء الثالث الذي جمع الوحدات وشباب الأردن منشوفه بهالتقرير ومنرجع. تصل لشريف عدنان، قلب فريق الوحدات تأخره أمام شباب الأردن بهدفين دون رد للفوز بـ3 أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد عمان الدولي في ختام منافسات الأسبوع 8 من دوري المحترفين.
شباب الأردن تقدم بهدفين مبكرين عن طريق لاعبه محمد عمر في الدقيقتين الثانية والثامنة. عدنان حمد هنا رأسي للشباب والهدف الثاني، شباب الأردن يتقدم بالهدف الثاني محمد عمر. لكن رد الوحدات لم يتأخر، حيث أحرز المدافع طارق خطاب الهدف الأول للوحدات في الدقيقة 17. الامبراطور يتكلم. وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق نجح حسن عبد الفتاح في إدراك التعادل مستغلا ارتداد الكرة من حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق. الشوط الثاني شهد عدة فرص للتسجيل من الفريقين لكن دون جدوى حتى الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، حيث نجح ليث بشتاوي من تسجيل هدف الفوز للوحدات ويهدي فريقه 3 نقاط غالية، رفعت رصيد الوحدات إلى 15 نقطة وبقي رصيد الشباب عند 10 نقاط. وفي لقاء آخر انتهى لقاء الأهلي والحسين إربد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ومع نهاية الجولة 8 يبقى الجزيرة متصدرا للترتيب العام بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الوحدات والفيصلي. كابتن هيثم، الوحدات يقلب التأخر من 2 لـ3 أهداف مقابل 2 فوز دراماتيكي وأيضا فوز بجنن. طبعا كل من حضره هذا ربما جنون الرياضة اللي تحدثنا عنه، يعني لما واحد يجي يحكي أنه فوز بجنن، بجنن من ناحية أنه الفريق خسران بعدين يرجع يفوز أو يسجل أهداف أو من خلال 20 دقيقة في الشوط الأول يتسجل هذا الكم من الأهداف، في الشوط الثاني تنقلب النتيجة. هذا هو حال الجماهير اللي عم تبعث لنا على صفحتنا على الفيسبوك، فأنا حبيت أسأل السؤال على طريقة الجماهير وإلك الإجابة تفضل. لا شك أنها كانت مباراة صعبة جدا على الفريقين، ومباراة بدأت بمباغتة حقيقية من شباب الأردن، يعني خارج الحسابات بالدقائق 8 الأولى أنه الوحدات يتعرض مرمى إلى 2، والإشي الأصعب أنه تقدر ترجع مع فريق كبير، فريق منظم، فريق مسجل 2 وتكتيكه صعب وتسجيل في مرمى شباب الأردن عادة صعب. فاللي صار أنه كان في ردة فعل قوية من لاعبي الوحدات، انتصروا في البداية لاسم ناديهم، انتصروا لأسمائهم هم كلاعبين، قدموا أفضل مباراة لهم، أفضل مباراة لهم بهذا الموسم دوري كأس درع اللي قدموا لاعبي الوحدات. الانتفاضة اللي عملوها لاعبي الوحدات وهم خسرانين 2-0 كانت يعني حقيقة ذكرتنا بالوحدات الأيام زمان لما كان دائما يقلب المباريات وما بيرفع المنديل. الوحدات تماما نهائيا ما رفع المنديل، استعاد حضوره في المباراة مباشرة بعد 2، ما أخذش وقت بالتفكير، يعني ضغط شباب الأردن مباشرة وسيطر ووضع شباب الأردن في منطقة جزائه وتوفق أنه سجل مبكرا. يعني أعتقد أنه طارق خطاب أعاد الوحدات مباشرة إلى المباراة بالكرة الرأسية اللي أنا سميته لاعب الفضاء، لما طار في الفضاء وسجل هدف، هذا الهدف أعاد الروح أكثر للوحدات وزاد من إصرارهم ونجحوا في تسجيل هدف التعادل. ويمكن الشوط الثاني كان شوط فعلا كمان شوط مثير جدا لأنه الفريقين كان بدهم يفوزوا، لأنه شباب الأردن داخل هاي المباراة أيضا بيرمي آخر فرص على المنافس، يعني فرق كبير مع الجزيرة، والوحدات ما بتحمل تعثره يبعد كثير عن الجزيرة. فشفنا كمان شوط ثاني في فرص مباشرة للفريقين، كانت السيطرة أكثر للوحدات، حتى يعني يمكن الدوافع كانت أعلى عند الوحدات اللي تغييرات الكابتن عدنان حمد في الربع ساعة الأخيرة كانت مؤثرة تماما في المباراة. يعني شفنا تغييرين غيروا كثير في المباراة، عامر ذيب وليث البشتاوي. عامر ذيب من أول ما دخل الملعب تغير أداء الوحدات، تقربت الخطوط، مشى الكرة يمين وشمال وساعد اللاعبين هجوما في خط الهجوم، وفر لهم الكرات، عمل على لملمة الفريق أكثر، وكان أدى دور القائد الخبير اللي بيدخل وقت محدد عشان يغير مباراة للمرة الثانية للأسبوع الثاني على التوالي بعمليك على عامر ذيب. وممكن لاعب زي ليث البشتاوي عانى كثيرا من الجلوس على الدكة، عانى سنوات، كان صبره بالأخير لاعب بقيمة كبيرة.
كبيرة. لاعب بقيمة كبيرة، عنده مهارات كبيرة. بالأخير الصبر، صبر ليث البشتاوي جاب ثلاث نقاط، يمكن أغلى ثلاث نقاط بجيبه، ممكن أغلى هدف بحياته لحد الآن ليث البشتاوي. راح نحكي طبعا عن أداء شباب الأردن وعن أداء الوحدات في هذا اللقاء. مراد حبيبي أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك زي ما وعدتك قرأت لك السؤال زي ما أنت بعته للكابتن هيثم أحمد. إحنا ما عندنا مشكلة في طبعا مداخلاتكم وأيضا مشاركاتكم الحلوة دائما، تحياتنا إليك ولكل أصدقائك اللي معنا على المتابعة. طبعا بعد هذا اللقاء الكابتن الخلوق الأكثر من رائع المدير الفني لنادي شباب الأردن الكابتن جمال محمود تحدث لوسائل الإعلام عن أسباب حول هذه الخسارة. كلامه ما كان واضح بعض الشيء في هذه التصريحات والتعليقات، ولكي نضع النقاط على الحروف معنا عبر الهاتف الكابتن الخلوق الرائع الكابتن جمال محمود. الله يسعد هالمساء يا كابتن. كابتن جمال يا ريت الاتصال شكله انقطع، اكيد على طول راح ينضم لنا بعد قليل. اذا كابتن الجميع يتحدث بانه هي المباراة المجنونة والفوز المجنون والفوز اللي بجنن حسب صيغة الناس اللي بتبعت لنا على صفحتنا، يمكن مباراة استمتعوا فيها كثير فعشان هيك الحماس زائد. أكيد بعض الشيء نتحدث ايضا عن قوة لا يستهان بها من شباب الأردن، يعني تسجيل هدفين سريعين، وأيضا خلال الشوط الثاني كان هناك ضغط على الوحدات، لكن ربما أيضا عامل الخبرة بدخول عامر ذيب يعني ضبط الأمور بعض الشيء. يعني شوف شباب الأردن للأمانة قدم مباراة كبيرة، نزل بخطة يعني في البداية إنه هدفه كان يفاجئ الوحدات ويباغته ونجح تماما في ذلك. وحقيقة واجه شباب الأردن أيضا فريق قوي ومنظم، وواجه ردة فعل يعني من لاعبي الوحدات أنفسهم ردة فعل كبيرة. شباب الأردن للأمانة قدم، كان عنده كان بإمكانه حتى إنه يزيد ويسجل أهداف ويخرج فائز بهاي المباراة، لكن يمكن بعد الهدف الثاني لو استثمر شباب الأردن أحد الفرص المرتدة وسجل هدف ثالث ممكن فاز خرج فاز، وكان أصعب من الصعب جدا الوحدات اللحاق بالمباراة. المميز في شباب الأردن إنه الكابتن جمال محمود قادر على توظيف لاعبينه دائما بالطريقة المناسبة، ومبارح عمل شوية مفاجآت بتغيير بعض بمركز نجمه الكبير اللي أنا لاعب الشاب بس بسميه نجم كبير اللي هو موسى التعمري أحد أبرز الأسماء في هذا الموسم، اللي غير شوي في مركزه وعمل شوية خربطة شوي في حسابات الوحدات. ويمكن الكابتن جمال محمود كان بتفكيره أنه ما كان يعني بحسبانه الوحدات يسجل التعادل، لكن الطريقة اللي لعب فيها الشوط الثاني اللي هي استثمار فراغات الملعب في نادي الوحدات كادت أن تأتي أكلها لولا تألق حارس الوحدات تامر صالح في كرتين خالصتين يعني. وحقيقة بالنهاية يعني هذه كرة قدم، في فريق بده يفوز وفي فريق بده يخسر، وممكن أنا بحكي إنه الوحدات فاز، اسم الوحدات، ثقافة الفوز يعني ثقافة الفريق، إرادة فريق بطل هي اللي انتصرت. طيب نرجع مرة ثانية للكابتن جمال محمود المدير الفني لنادي شباب الأردني. سعد مساك يا كابتن. كابتن جمال سمعنا؟ كابتن جمال ربما هناك مشكلة في التواصل مع الكابتن جمال، يا ريت شباب تحلون إياها بشكل سريع حتى إنه الجماهير عم تتساءل عن موضوع التصريحات التي تحدث بها الكابتن جمال محمود والقصد من هذه التصريحات. طبعا كابتن هيثم أكيد سمعت هاي التصريحات حضرتك، وأيضا ربما تواصلت مع الكابتن جمال أو قرأت هذه التصريحات، فرأيك فيها تفضل. ده هو يعني بصراحة يعني البعض أشار يعني انه ممكن الكابتن جمال قصد احد لاعبي، لكن اليوم تصريحات الكابتن جمال محمود كانت واضحة انه عنده ثقة في جميع لاعبي، وانه لما حكى يعني انا ببارك لناس غير يعني لمجموعة اخرى غير لاعبي الوحدات وغير المدربي الوحدات، وهو لم يقصد لاعبي احد من لاعبي شباب الاردن، وهو اكد اعتزازه وثقته باللاعبين شباب الاردن، رغم انه في صار حديث انه محمد الباشا، رغم انه محمد الباشا قدم واحدة من اجمل المباريات مع
شباب الأردن، كان لاعب مقاتل دافع بقوة وكان أيضا يشارك في الهجمات وكان قريب من تسجيل هدف، وأي لاعب بضيع فرصة. وأنا بعرف الكابتن محمد الباشا يعني لاعب بيلعب للفانيلا اللي بيلبسها وبيقدم دائما يعني مخلص للكلر اللي بيلعب فيه، وكان من أحد نجوم المباراة. وأنا استغربت يعني حتى أنه ردود الفعل أنه محاولة تحويل كلام الكابتن جمال على الكابتن الباشا اللي بثلج الصدر، أنه الكابتن جمال اليوم أكد أنه لا يقصد لاعبي وأنه يعتز بالكابتن محمد الباشا ويعتز بجميع لاعبي شباب الأردن. وعاد يعني الكابتن جمال محمود يعني بيصرح بعد مباراة يعني هو مدرب يبحث عن الفوز دائما ويبحث عن المنافسة، ولا شك يعني أنه له دائما مبرراته، وهو يعني أكيد الأسباب الحقيقية والأشياء اللي بقصدها هو الوحيد اللي ممكن يجاوبنا عليها. نعم كابتن، بعيدا عن مباراة الوحدات، انتهت مواجهة الحسين أربد والأهلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، طبعا بعد ما كان الحسين أربد متقدم بهدفين. تعليقك على هذا اللقاء والسيناريو الذي حدث خلال اللقاء؟ يعني هي مباراة دراماتيكية تشبه مباراة الوحدات وشباب الأردن. تقدم الحسين في البداية بهدفين، تقدم الحسين الشوط الأول يعني حسب أنا إحنا المباراة ما حضرناها لكن إحنا سألنا عنها، كان الحسين في الشوط الأول هو الأكثر سيطرة والأكثر تواجدا وضغط فريق الأهلي في ملعبه ونجح بتسجيل هدفين، أحدهم من برأسية يعني مدافعين كلهم بسجلوا على طريقة راموس، المدافع البرازيلي هيلدر اللي العام سجل 5 أو 6 أهداف بالدوري الأردني بنفس الطريقة، وأضاف الهدف الثاني الحسين وأضاف الهدف الثاني الحسين. اللي صار مع الحسين أيضا أنه تعرض مهاجمه السوري زينو للإصابة وخرج زينو مصابا، وتعرض أيضا عنده اللاعب بلال الداود للإصابة، ويبدو أن الحسين كان يعني عنده مشكلة في تعويض اللاعبين اللي تعرضوا للإصابة. وبالشوط الثاني المدرب الأهلي عمد إلى إعادة اللاعب يزن ثلجي إلى مكانه الحقيقي اللي هو وسط يسار، وحقيقة هذا اللاعب من أبرز يعني أنا بركز على النقطة هذه من أبرز المواهب حاليا في الأردن. عمل شغل كتير في الجهة اليسرى وعاد الكفة لصالح نادي اللي سيطر على المباراة بالشوط الثاني، ووسط ضغط شديد من الأهلي نجح بالعودة إلى المباراة وتسجيل هدفين بواسطة ماركوس والعيساوي، والفريقين بالطريقة هذه خسر كل فريق نقطتين، لأنه الفريق الحسين لو استمر بالفوز كان وصل للمركز الثاني مع الفيصلي والوحدات، لكن الآن خسر نقطتين ورجع ل 13 نقطة، والأهلي تجمد رصيده عند 11 نقطة، والفريقين خاصة الأهلي كان عنده طموحات بداية الموسم أن يكون منافس على اللقب. كرة القدم يعني ما فيها يأس، بدك تلعب للأخير طبعا، وهذا درس مستفاد يعني أنه الأهلي أيضا رجع زي ما رجع الوحدات وسجل هدفين، والفريق كان حتى الحسين يعني هو فايز 2-0 أضاع فرصتين كان بإمكانه ينهي فيهم المباراة، لكن قدر الله أنه تنتهي المباراة بهذه الطريقة. نعم. إذن حديثنا مستمر بإكسترا تايم، لكن بعد فاصل صغير خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد ومكملين الحديث عن الأسبوع الثامن من دوري المحترفين. منشوف هلأ تقرير عن مباراة سحاب والرمثة. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم السلام عليكم. الرمثة وسحاب وجه لوجه في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم بلقاء احتضنه استاد الحسن في عروس الشمال إربد 24 ثانية فقط. كل ما احتاجه الرمثة لزيارة شباك سحاب حين افتتح أحمد سمير التسجيل بهدف من أسرع أهداف تاريخ الدوري الأردني. هذا الهدف استفز لاعبي سحاب ليرموا بكل ثقلهم من أجل إدراك التعادل، إلا أنهم فشلوا بتحقيق ذلك، وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركل الجزاء لأصحاب الأرض انبرى لها سعيد مرجان وترجمها بنجاح معلنا الهدف الثاني. ومنذ انطلاق صافرة الحصة الثانية تناوب الفريقان على إهدار الفرص هنا وهناك، ولم يتمكن سحاب من تسجيل هدف التقليص إلا في الوقت الإضافي للمباراة عبر لاعبه محمود الموافي، هدف لم يشفع لخسارة أسود الشرق. هذا الفوز أوصل الرمثة إلى النقطة العاشرة فيما بقي رصيد سحاب عند 7 نقاط. وفي لقاء آخر احتضنه ملعب الأمير علي في المفرق استطاع المنشية أن يحقق الفوز على البقعة وبهدفين دون رد ليرفع المنشية رصيده إلى 13 نقطة، أما البقعة فتجمد رصيده عند 30 نقاط.
إذن قبل الحديث عن باقي المباريات وبالتحديد أيضا الرمثة وسحاب، نعود للحديث مع الكابتن جمال محمود مدربنا الوطني القدير. يسعد مساك يا كابتن. الله يمسيك بأنوار النبي حبيب طارق، إلهك والإخوان اللي معك في الاستوديو، الكابتن هيثم يسعد مساء يا ربي. يسعد مساء كابتن. إن شاء الله أمشي بخير يا رب على الدنيا. سامحنا أول شيء مرتين ما زبطش الاتصال، لكن كان من الضروري أول شيء سماع صوتك نطمن عليك، وشغلة ثانية نفهم منك شو هالبلبلة اللي صارت يا كابتن. يعني أنا أولا بتشرف، ويعني أنا أختارك أنت بتعرف وأنا بكون مسؤول جدا، وأنا يعني بتصل على الأخوة وإحنا كمان والله كابتن. خليني أحكي بعد إذنك يعني بجزئين مهمات أو بمكانين متصلين. أولا أنا ببارك للوحدات، وهذا ما ذكرته في المقارنة، للوحدات بمنظومة الكروية كاملة، جماهير إدارة جهاز فني لاعبين، ببارك لهم. هذا مش غريب على الوحدات اللي يفوز، يعني وضع طبيعي إنه الوحدات يفوز في أي مباراة. أنا ببارك لهم، وما سوف أتكلم به منفصل تماما عن الوحدات وعن الانتقاص من قيمة فوز الوحدات. الوحدات موضوع آخر. أنا بتكلم بجانب آخر، جانب فني. أعتقد بأنه لم نستحق الهزيمة على مستوى الأداء الفني. بعرف إذا الكابتن أبو أحمد بأيدني في الكلام ولا لا كمحلل. أنا بحكي أنه أدينا مباراة على مستوى عالي، حتى بعد ما تعادلنا رجعنا للمباراة وفيه إن العديد من الفرص، وأعتقد أنه كان من نجوم المباراة الكابتن تامر. نعم. بعتقد أنه أدينا مباراة على مستوى عالي. أنا راضي كل الرضا عن أداء اللاعبين بكل صدق، من حارس المرمى حتى اللاعب البديل. أنا كنت راضي كل الرضا عن أدائهم في المباراة، وبجوز لأول مرة مدرب بيخسر وبطلع بشكر لاعبين وعلى الأداء وعلى الروح الموجودة في المباراة. أقول بأنه حال كرة القدم في النهاية، باركت للوحدات وبتمنى التعويض لفريق شباب الأردن، لكن بشهادة الجميع بأنه الفريق يعني الحمد لله رب العالمين يؤدي مباريات على مستوى عالي. التوفيق يجانبنا نسبيا، أتمنى أنه يعاود يعني يحالفنا الحرف. أما بخصوص تصريحاتي، نعم، كانت واضحة. أنا قلت بالحرف الواحد، أنا أبارك لغير منظومة كرة القدم في نادي الوحدات إذا كان في حدا مبسوط على الفوز فأنا ببارك له. هلا إذا ما في حدا مبسوط أنا ما ببارك له، بس المبسوط فألف مبروك. ومرة ثانية بكررها، إذا في حدا مبسوط من غير منظومة كرة الوحدات فأنا ببارك له الفوز. يعني ما أعتقد في مشكلة. طيب كابتن، أنت حكيت في طرف ثالث يعني غير نادي الوحدات وغير شباب الأردن، صحيح؟ نعم نعم. أنا بحكي لك نتيجة سلوك معين حدث، وأنا لست جبان، يعني أنا مش جبان اللي أنا أحكي، وأنا قادر اللي أحكي، ولكن أنا خليني أحكي في موضوع مهم جدا، إنه جزء من المنظومة الكروية أنا باعتقادي ما كان موفق حتى في التعابير حتى في الكلام. لذلك أنا قلت إنه أحد هاي المنظومة الكروية بغض النظر كل واحد يفكر زي ما بده، قد يكون أنا قد يكون لاعب قد يكون جمهور إلى آخره، لكن أحد هاي المنظومة أعتقد بأنه كان غير موفق في التعبير عن حياديته المفروض أن يكون فيها. نعم كابتن جمال، أيضا حديثك عن نجم فريقك الكابتن محمد الباشا، وأيضا الكلام ربما الثقيل الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، فحديثك له تفضل. طارق حبيبي، محمد الباشا للعلم أبدى مباراة من أجمل مبارياته في هذا الموسم، دفاعية وهجومية، معنى أن يصل مدافع إلى مرمى الفريق المنافس مرتين وهو مدافع، هذا يدل على لياقة بدنية عالية وحضور ذهني عالي، ولكن التوفيق وعدم التوفيق قد يحالف وقد يجانب أي لاعب. الشيشاني أضاع فرصتين انفراد، موسى التعمري أضاع فرصتين انفراد، أضاع فرصتين محمد الباشا، هالحال كرة القدم مش كل الفرص بتيجي، الوحدات أضاع فرصتين أو ثلاث أيضا، مش كل الفرص بتيجي، وإذا كل فرصة لاعب بده يضيعها راح يتهم أشياء خارجة عن كرة القدم، أعتقد أنه تنتهي كرة القدم. أنا بحكي لك أنا متأكد أنه كان اللاعبين وأولهم محمد الباشا مصرين على الفوز من أجل الكلر الذي يرتدونه، ومن أجل جمال محمود ومن أجله شخصيا أكثر من جمال محمود، تخيل. فأنا ما عندي ذرة شك وحدي في أي لاعب، وتصريحي بالمطلق ما بنستحبه لا سمح الله. وأحكي لك طارق، أنت بتعرفني شخصيا، صحيح، أنا تخرجت من مدرسة نادي الوحدات، ومدرسة نادي الوحدات تعلم على الانتماء. الباشا
والفيصل يتعلم على الانتماء. لا اعتقد انه في نادي يحتوي داخل جدرانه لاعب ممكن انه لا سمح الله يكون فريقه. الباشا لا يمكن لذره يفكر خارج المستطيل الاخضر، تاكد تماما. نعم كابتن جمال محمود مدربنا الوطني القدير المدير الفني لفريق شباب الأردن، كل الشكر لك على هذه المشاركة وأيضا هذا التوضيح لكلامك الذي تبع لقاء شباب الأردن والوحدات وأثار العديد من اللبس والكلام حول هذا الموضوع. بدي تعليقك كابتن بشكل سريع على كلامك. يعني احنا هو حكى نفس الكلام، يعني هو بيستشهد يعني سألني أنا حكيت نفس الكلام، يعني أنه شباب الأردن قدم مباراة كبيرة وكان ند للوحدات، وبعد ما سجل الوحدات هدفين التعادل أنا ذكرت أنه شباب الأردن كان بإمكانه يسجل لولا تألق تامر صالح. نعم. والكلام اللي حكيناه عن الباشا متشابه عن أنا والكابتن جمال، فيعني إحنا يعني بنحيي الكابتن جمال محمود هلا على الهواء وبنحكي له أنه هو فعلا مدرب كبير، وشخصية جمال محمود تظهر بالفرق اللي بيدربها ودائما نتمنى له التوفيق. نعم إلى أيضا الصديق محمد نزال، حبيبي دائما أسئلتك محل ترحيب، بيحكي يعني سؤال كثير سألته وقناة رؤية قوية، شو المانع من البث بالفترة الحالية؟ من الصعب جدا أن نقوم ببث المباريات محمد، إن شاء الله لقدام تتغير الأمور ونتمكن من هذا الطلب، تلبية طبعا لرغباتكم ورغبات جماهير كرة القدم الأردنية. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورتس، أكيد يعني ما بننسى مشاركة حدا ولا بننسى أنه نجاوب على أي شخص طول ما بيكون عندنا وقت مناسب أنه نقدر نطرح المشاركة ونجاوب عليها. لكن بما أنك يعني تحدثت عن هذا الموضوع كان لازم أني أجاوبك عليه، فحقك علي إذا تأخرت في الجواب. كل الشكر لكم على كلامكم الرائع على صفحتنا، وإن شاء الله دائما بنكون عند حسن ظنكم. كابتن بدي أرجع لموضوع التقرير ومباراة الرمثة والنقاط الثلاث المهمة للفريق، سحاب على الجهة المقابلة لا زال يتخبط في النتائج. يعني نقاط مهمة جدا للرمثة رغم أنها تأخرت شوي، يعني الرمثة اللي بلش الموسم بأعلى استقطابات كوكب من النجوم الآن بيلعبوا بنادي الرمثة، كانت طموحاته دائما وشعاره أنه أنا جاي أفوز بالدوري. نعم. تعثر بداية الموسم، كان بيمس الحاجة أنه يعود لسكة الانتصارات. في هاي المباراة الرمثة نجح بتحقيق الفوز، المباراة كما كانت سهلة على الرمثة، ممكن اللي سهلها أنه الهدف المبكر في أسبوع الأهداف المبكرة، يعني نعم. الرمثة سجل هدف مبكر، المنشية سجل هدف مبكر، وشباب الأردن سجل هدف مبكر. الهدف المبكر اللي سجله أحمد سمير بعرضية من اللي بدأ يظهر تدريجيا بالمستوى اللي عرفناه عليه اللي ظهر فيه قبل سنتين لما لعب بالأردن اللي هو أمانجوا، اللي نعم. بلشنا نشوف لمحاته، بلشنا نشوف ارتفاع مردوده والبدني وحتى الفني في المباريات. هذا الهدف ريح الرمثة شوي، ولكن سحاب في نفس الوقت كان له محاولات كبيرة أنه يعدل النتيجة، حاول ثائر جسام في أول مباراة بيستلم فيها الفريق أنه يعمل إشي، كان في تألق عبدالله الزعبي في أكثر من موقف لحد ما سجل الرمثة الهدف الثاني من ركلة الجزاء اللي صنعها الكابتن المتألق حمزة الدردور بمجهوده الفردي، تحصل على ركلة الجزاء وسجل هدف. وبالشوط الثاني يمكن شفنا ربع ساعة فيها سيطرة على سحاب وضغط من سحاب ومحاولات متعددة، يعني شفنا من ركان الخالدي من الجوابرة، وكان بإمكان سحاب أنه يسجل في أكثر من لحظة، وبنفس الوقت استثمر حاول الرمثة أنه يستثمر الفراغات الكبيرة اللي تركها دفاعات سحاب، وكان خطير جدا في المرتدات لكنه ما سجل. وبالدقائق أو باللحظة الأخيرة كان محمود موافي يستثمر خطأ ويسجل هدف. المباراة رفعت الرمثة 10 نقاط، لكن 10 نقاط بعيد 11 نقطة
عن نادي الجزيرة فارق ليس سهل تعويضه ولا يلبي طموحات جماهير لا يلبي طموحات جماهير رمتل بدهم الدوري وسهل ليس سهل تعويضه لأنه حتى أنت الآن ما بتنافس فريق واحد أنت عندك بدك الوحدات يتعثر والفيصل يتعثر والرمس والشباب والجزيرة يتعثر وبدك كمان الحسين يتعثر يعني والمنشي يعني أربع أندية وخاصة 21 نقطة يعني رقم مش سهل لكن الرمسة يعود مع الكابتن ناجح ذيابات تدريجي بيحقق بلش يحقق انتصارات وهو الآن يعني نقدر نحكي في المسار الصحيح نعم كابتن ننتقل للقاء الأخير بين المنشية والبقعة اللي انتهى بفوز ثمين للمنشية بهدفين دون مقابل شوفي المنشية لحد الآن هو أنا بعتبره الحصان الأسود في الدوري يعني الصاعد إلى دوري الأضواء عم بيقدم مباريات كبيرة عم بيحقق نتائج كبيرة في كل المباريات ند لكل الأندية اللي بيلعب معها عنده توليفة رائعة جدا الكابتن أسامة قاسم بنى فريق منظم فريق تكتيكي بيلعب دفاع الزون في بحرفية يعني أنا ما شفت فريق حرفي في دفاع الزون حرفي في الرقابة مان تو مان حرفي في الكومباك ديفنس أمام منطقة الجزاء على طريقة المنشية لاعبي حافظين واجباتهم واجبات ووظائف بياخدوها من الكابتن أسامة قاسم بيهاضمينها عم بيشتغلوا فيها صح وعنده أربعة ثلاثة أربعة لعيبة بالأمام قادرين يلعبوا بالفراغات وقادرين يسجلوا وهذا اللي صار معهم في هذه المباراة بأول مباراة خلدون الخزام يعني سجل هدف ولا أروع من كرة أنا شفت الأهداف تصوير يعني تصوير خارج الهد يعني الهدف اللي سجله من كرة علي ذيابات على الطاير هدف بجنن في أول مباراة حول المباراة كثير رتمها لصالح المنشي اللي لقي فراغات بعدين كثير في دفاعات البقعة الجريح وأضاف المنشي كمان هدف ثاني وحسم المباراة وسط أداء يعني غريب من البقعة نص ملعبه فرص مباشرة للبقعة فرصتين أو ثلاث طيلة المباراة فريق يعني ينزف نقاط بطريقة يعني حزينة يعني مباراة على مباراة البقعة يمر بنفس السيناريو اللي مر فيه بالموسم السابق والآن هو بحاجة إلى ثورة في الإياب زي الموسمين الأخيرين لكن مش كل يعني معقول كل مرة تنجح هاي الثورة في الإياب ويرجع يحصد النقاط إحنا بنتمنى التوفيق لكل الأندية الأردنية لكن السيناريو البقعة مشابه لسيناريو في آخر موسمين. نعم كابتن هيثم والأصدقاء راح نواصل معكم الإحصائيات والشذرات بالنسبة لهذه الجولة من الدوري الأردني لكرة القدم تحياتنا مرة ثانية لكل الناس اللي بتواصلوا معنا وأيضا راح نواصل معكم فقراتنا لكن في فاصل قصير ونعود خليكم معنا أهلا وسهلا فيكم من جديد هلأ مكملين معاكم طبعا حصاد الأسبوع الثامن دوري المحترفين منشوف تقرير الشذرات ومنرجع مع انقضاء الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم نرصد لكم العديد من الشذرات والمحطات التي حصلت خلال المباريات الست ارتفاع ملحوظ في المعدل التهديفي لهذا الأسبوع بعد أن وصل عدد الأهداف في الجولة الثامنة إلى 19 هدفا فريق الجزيرة تصدر فرق الأقوى هجوما برصيد 19 هدفا في حين بقي ذات راس الأضعف ولم يسجل سوى 3 أهداف الفيصل يحافظ على صدارة الفرق الأقوى دفاعا حيث لم يدخل مرماه سوى هدفين فيما البقعة الأضعف بدخول شباكه 14 هدفا الجزيرة واصلت أرقامه الصدارة بعد أن حقق الانتصار السابع كأكثر الفرق تحقيقا للفوز في الموسم يليه الوحدات والفيصل والمنشية ولكل منهما 4 انتصارات كابتن هيثم أرقام وشذرات هذا الأسبوع رأيك فيها؟ يعني شوف الجزيرة بتسيد الأرقام يعني الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف والأكثر تحقيقا للانتصارات
وبالتالي هو النجم المرحلي لحد هاي اللحظة. الغريب بهاي الأرقام هو الفيصلي مسجل بس 5 أهداف في 8 مباريات، ما تعودناش إنه الفيصلي يسجل هذا العدد القليل والمتواضع من الأهداف. ممكن الفيصلي عم بيعوض بقوة خط دفاعه، متماسك جدا دفاع الفيصلي. في 8 مباريات الفيصلي سجل في مرمى 2، لكن الفيصلي بحاجة إنه يشتغل أكثر على الحالة الهجومية. الدوري يعني ماشي، يعني التنافس بلش، نقدر نحكي الآن بلش التنافس بالدوري. أعتقد إنه الوحدات والفيصلي وشباب والوحدات والفيصلي والجزيرة راح يدخلوا في مرحلة تنافس شديدة في الأسابيع القادمة. نعم كابتن، من الشذرات والأرقام أيضا ننتقل لصراع الهدافين لوين وصل في التقرير التالي. استعاد المحترف السوري في فريق الجزيرة مارك مارديكيان صدارة ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد أن سجل 2 في شباك ذات راس، ليصل مجموع ما سجله 6 أهداف. وكانت الصدارة في الأسبوع الماضي قد ذهبت لصالح مواطنه محمد زينو بوصوله ل5 أهداف. احتفظ المركز الثالث برصيد 3 أهداف بتواجد كل من منذر أبو عمارة من الوحدات، وعبد الرؤوف الروابدة، والإيفواري إمانويل من الصريح، والسوري محمد وائل الرفاعي من الجزيرة، وخلدون الخزامي لاعب المنشية، ومحمد عمر الشيشاني لاعب شباب الأردن. وتخطى عدد الأهداف في الدوري حتى الآن حاجز 100 هدف مع ختام الجولة 8 بعد أن وصل مجموع الأهداف التي سجلت في المسابقة حتى الآن 108 أهداف خلال 84 مباراة. إذن كابتن مارديكيان يستعيد الصدارة بعد أن غابت عنه الأسبوع الماضي. شوفي، هي غابت عنه لأنه غاب عن اللعب، كان مصاب. مارديكيان احنا حكينا عنه ببداية الحلقة، أفضل مهاجم أنا شفته بالدوري. نعم. يعني بيلعب بدون كرة بطريقة رهيبة جدا، بياخد مراكز صح، عنده قدرة على تسجيل بالألعاب الهواء وكرات الحرة وبالتسديدات بكل شيء، لاعب هداف. منافسه محمد زينو السوري أيضا هذا لاعب هداف وهداف بالفطرة. كانت أنا بدي أشيد بالكابتن بلال اللحام اللي جهز هذا اللاعب. هذا اللاعب إجا على الأردن وزنه زائد كثير، غايب عن كرة القدم فترة طويلة، الكل كان يعني مستغرب كيف الكابتن بلال متمسك بهذا اللاعب. كابتن بلال من أفضل المدربين، من أفضل المدربين. نجح الكابتن بلال بتجهيز هذا اللاعب وتحضيره وخلاه يصير في كل مباراة يسجل. وحتى أنه في المباراة الماضية تراجع الحسين بإصابة عندما إصابة اللاعب زينو وخروجه. يعني المنافسة السورية على الهداف، والمنافسة السورية على صناعة الأهداف، والمنافسة السورية والمدرب المتصدر سوري، يعني السوريين في الدوري الأردني حاليا متفوقين. نعم، إذن الحديث عن كرة القدم المحلية مستمرة، لكن بعد الفاصل. بالجزء الأخير من حلقتنا لليلة رح نحكي عن بطولة كأس الأردن، منشوف هالتقرير عن مباريات المرحلة الثالثة ومنرجع. في افتتاح الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم، يلتقي فريقا الفيصلي والبقعة على استاد الأمير محمد بمحافظة الزرقاء. الفيصل المنتشي بنتائجه المميزة في الفترة الأخيرة يبحث عن تحقيق فوز جديد في بطولة الكأس ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وسيعتمد برانكو على تألق نجومه بهاء عبد الرحمن ويوسف الرواجدي وخليل بني عطية لفك شفرة الدفاعات البقعاوية. بدوره البقعة تحت قيادة مديره الفني الجديد عماد خانكان يبحث عن فوزه الأول في هذا الموسم وفي مختلف المسابقات، لكن المهمة ستكون أصعب أمام الفيصلي الذي لم يتجرع طعم الخسارة منذ تولي برانكو الإدارة الفنية للفريق. وفي لقاء آخر يبحث فريقا الرمثا والمنشية عن فض الشراكة والتقدم خطوة أخرى نحو أحد المراكز المؤهلة للدور نصف النهائي. مدرب الرمثا ناجح ذيابات سيعتمد على حمزة الدردور وسعيد مرجان وأمانجو لتحقيق الفوز على المنشية المتجدد هذا الموسم بإدارة أسامة قاسم الذي يقدم رفقة لاعبيه أداء مميزا هذا الموسم، حيث لم يتلقى الفريق الخسارة في بطولتي الدوري والكأس سوى في منافسة واحدة، ما جعل منه الحصان الأسود للموسم الكروي الجديد. لقاءات قوية ومثيرة ستعزز خلالها الفرق رصيدها النقطي استعدادا للجولات الأخيرة
الأخيرة من دور المجموعات وتحديد هوية المتأهلين لدور الأربعة. إذن كابتن الفيصل يدخل لقاء البقعة بعد التعادل في الجولة الماضية مع الرمثة، كيف بتشوف هاللقاء؟ شوف، لا شك أنه الفيصلي راح يحاول جاهدا أنه يحقق الفوز عشان يريح نفسه وسط ضغط الدوري والكأس، عنده 4 نقاط بهمه يصل ل7 نقاط، لأنه في أكثر من نادي عندهم 4 نقاط وراح يتأهل فريقين. الفيصلي لا شك أنه بيلعب بطموحات الدوري والكأس، وبالتالي أن الفيصلي راح يكون أكثر طموحا، يعني أكثر تطلعا للفوز من أجل أنه يحقق ال3 نقاط، يحتل مركز الصدارة، يبتعد عن ضغوطات المباريات القادمة بالكأس، لأنه بهمه وعشان يعرف يركز أكثر في الدوري، يعني يجنب يعني ما يصيرش مباريات صعبة دوري وكأس كل أسبوع. وعلى العكس البقعة اللي بمر بأزمة كبيرة في على صعيد النتائج بالدوري وبالكأس، وممكن هو عنده نقطة في الكأس، ممكن إذا حقق غدا الفوز على الفيصلي أيضا بيدخل بالمنافسة، أيضا بيصير منافس على التأهل، خطف أحد بطاقات التأهل. لكن على الورق وحسب المقومات اللي بضموها الفريقين والأسماء وطريقة اللعب والخطط وكل الأمور الفنية تميل بنسبة كبيرة جدا للفيصل، يعني الفيصل مرشح على الورق أنه يحقق النتيجة، إلا إذا كان نجوم البقعة يعني ورأي مدربهم عماد خنكان رأي آخر، محاولين إحداث مفاجأة كبيرة في كأس الأردن غدا. نعم كابتن، على الجهة المقابلة الرمثة يلاقي المنشية، توقعاتك لهذا اللقاء؟ يعني هذه واحدة من أقوى المباريات، الفريقين عندهم 4 نقاط، الفريقين بمروا بمرحلة جيدة حاليا، الرمثة بدأ في التطور على صعيد النتائج، بدأ يتحسن في نتائجه، تعادل مع الفيصلي، فاز الأسبوع هذا على سحاب، بعد ابتعاده بفارق 11 نقطة عن الجزيرة بالدوري، الآن أكيد الرمثة راح يضع كل تركيزه في مسابقة الكأس على أمل أنه يحاول يحرز البطولة وأنها تكون تعويض في حالة أنه ما قدرش يلحق في الجزيرة. فأعتقد أنه الرمثة راح يلعب من أجل الفوز ومن أجل ال3 نقاط، وفي نفس الوقت أسامة قاسم بهمه أنه يفوز، بهمه أنه يحافظ على نتائجه الإيجابية، بهمه أنه يواصل المسيرة، حال المعنوية للفريق عالية جدا، الفريق عنده انسجام كبير جدا، بهمه أنه أسامة قاسم في ظل الفريق اللي بناه واللي عم بيظهر بيقدم نتائج كبيرة أنه يتأهل في الدور الثاني في الكأس، لما لا، ممكن أنه يعمل مفاجأة الكأس، فوز مباراتين تصل نهائي، فهو لا شك أنه هتكون مباراة قوية جدا، وهي اختبار حقيقي للرمثة. يعني أنا بحكي لك اختبار حقيقي للرمثة، كيف سيواجه الرمثة فريق عنده انضباط تكتيكي في نص الملعب، بيقدر يسكر الملعب، وكيف بده يواجه فريق بيلعب مان تو مان وبيعمل بريس على المنافس. فلا شك انه نجوم الرمثة ان كان احمد سمير، حمزه الدردور، امانجوا، سعيد مرجان، غدا سيكونوا تحت الضغط، تحت ضغط الرقابه في المنشيه، ونجاح الرمثة مرتبط بقدره هؤلاء النجوم بفك الحصار المتوقع غدا. نعم كابتن هيثم احمد، كفيت ووفيت، كل الشكر لك على حضورك معنا اليوم، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، وشكرا لك، وشكرا سلام.